العليا مجدي لخالق السماء. أنا أنتظر اليوم الوطني كل عام بفارغ الصبر. وأنا أيضاً أشعر بالسعادة والفخر عندما أحتفل مع الجميع باليوم الوطني. أخبرني يا خالد، ما رأيك أن نتجه أولاً إلى الشارع حريق! أنقذوني! أنقذوني! حريق! ما هذا الصوت؟ يا إلهي! إنه المستشفى! وهناك رجل في خطر! انتظر، ولكن أولاً يجب أن نتصل بقوات الدفاع المدني. أنقذوني! أرجوكم! أرجوكم أسرعوا، مستشفى الحي يحترق. حريق! حريق! أنقذوني! أنقذوني! أيها الطبيب! أيها الطبيب! هل أنت بخير؟ أنا هنا وحدي، وجوالي في الأسفل، وكل الهواتف تعطلت بسبب الحريق. ساعدني! ساعدني! أرجوك يا بني! أبي، حمداً لله على وجودك معنا. وصلت للتو، فوجدت خالد يطلب مني مطفأة السيارة، فأحضرت مطفأة أخرى وقررت الانضمام إليكم للمساعدة. وأنا اتصلت بقوات الدفاع المدني. أحسنت يا فواز، سيصلون سريعاً بإذن الله. يجب أن نمنع النيران من الوصول إلى الحديقة. الدخان كثيف هناك، من المؤكد أن الحريق قد نشب في غرفة مولد الكهرباء. اطمئن أيها الطبيب، نحن معك. شكرا جزيلا لكم، إن إبلاغكم السريع عن الحادث ساهم جدا في تقليل الخسائر. هذان الطفلان الشجاعان يستحقان شكراً خاصاً. يؤسفني أن اتسخت الملابس التي كنتما تستعدان لحضور الاحتفال بها. نحن لا نشعر بالأسف إطلاقاً، بالعكس نشعر بالفخر، أليس كذلك يا فواز؟ بالطبع، فحب الوطن ليس مجرد احتفال، وما فعلناه من إنقاذ مستوصف الحي هو أمر بالغ الأهمية. أصبتما، الوطن يحتاج لعطائنا أكثر من احتفالاتنا. ما رأيكم في التقاط صورة مع أبطال الدفاع المدني أمام سيارة الإطفاء؟ ستكون ذكرى لطيفة في اليوم الوطني. هيا بنا. سامي، طلب مني الأستاذ صالح أمامكم جميعاً أن أراقب الفصل حتى يعود، فلا داعي لهذه الفوضى. أين هي هذه الفوضى؟ أنا أله قليلاً مع بدر. وها هو الحارس الرائع يمسك بالكرة. فواز محق يا سامي، التزم بالجلوس في مقعدك. لا، لن أجلس ولن أسمح لأحد أن يتحدث معي بهذه الطريقة. أنا حر في فعل ما أريد طالما لا يوجد مدرس في الفصل، أليس كذلك يا بدر؟ بالطبع يا صديقي، بالطبع، ولكنني المسؤول الآن وأقوم بدور المدرس لأن الأستاذ صالح كلفني بذلك. إذن فبما أنك المدرس فلا أعتقد أنك تحتاج لحقيبة الطالب. نعم، وأنا أريد هذه الحقيبة. ولكنك بالتأكيد لا تريد ما بداخلها، فهي تخص طالباً لا يوجد في الفصل الآن. توقف عما تفعله يا سامي. أنا أريد أن أسعد صديقي بدر، فهذه الحقيبة تعجبه. ولكن هذه التصرفات لا تعجبني. لقد عدت بسرعة يا أستاذ. أغلق حقيبة فواز وأعدها مكانها. شكراً لك يا فواز لأنك حاولت أن تحافظ على النظام. أما أنت يا سامي وأنت يا بدر، هل ستعاقبنا؟ نعم، سأعاقبكما لأنكما لم تلتزما بالأدب مع الآخرين. أعدك يا أستاذ صالح بالتأدب من الآن فصاعداً.
وهناك أمر آخر ينبغي أن تفعلانه. هل تعرف ما هو يا سامي؟ يجب أن أعتذر لفواز. أنا آسف، كنت فقط أمزح معك. هل ستقبل اعتذار صديقك يا فواز؟ بالطبع، إذا وعدني هو أيضاً كما فعل بدر بألا يكرر ما فعله. أعدك. وها قد تعلمنا درساً جديداً، من لا يتأدب مع الناس يخسر محبتهم، وإذا أخطأ أحدنا في حق أحد فواجب عليه أن يتوقف عما يفعل وأن يعتذر عن إساءته، ولأنكما وعدتما بعدم تكرار ذلك فلن أعاقبكما. دهن الفقمة البالغة الكبيرة الحجم يحتوي على أكثر من 100,000 وحدة. انتهى وقت مشاهدة التلفاز، والآن جاء وقت المساعدة في ترتيب المنزل. أشعر بالنشاط بعد تناول كأس الحليب هذا. ترتيب غرفتي سيحتاج لمجهود كبير، فأنا لم أرتبها منذ أيام. فواز، هل يمكن أن أطلب منك طلباً؟ بالطبع. طالما تشعر بالنشاط، هل يمكن أن تساعدني في ترتيب غرفتي؟ وماذا عن غرفتي أنا؟ أعدك أن أساعدك في ترتيب غرفتك، ولكن إذا ساعدتني أنت أولاً. اتفقنا. وها قد انتهينا. شكراً يا فواز، بدون مساعدتك لم أكن لأرتب الغرفة بهذه السرعة. يمكننا أن نرتاح قليلاً قبل أن ننطلق في مهمة ترتيب غرفتي. فكرة رائعة. يستهلك ما معدله 16,000 وحدة حرارية في اليوم. سأنطلق لإنهاء بعض الأعمال، هل تريدون شيئاً؟ انتظر يا أبي، هل يمكن أن تصحبني معك لأزور صديقتي حنان؟ ولكن ألم تطلب منك والدتك ترتيب غرفتك؟ لقد انتهيت من ترتيبها بالفعل. ألم تعيديني أنك ستساعدينني في ترتيب غرفتي كما ساعدتك؟ فلنؤجلها للمرة القادمة، أريد اليوم أن ألعب مع حنان. ولكنك بهذا تخلفين وعدك. فواز معه حق يا نورة، سمعتك وأنت تعدينه، والآن أسمعك وأنت تخلفين وعدك. لم أخلف وعدي يا أمي، فقد أقول أنني لن أساعده اليوم، سأساعده مرة أخرى. ولكن وعدك كان أن تساعديه اليوم إذا ساعدك هو، وقد التزم فواز بما اتفقتما عليه، بينما أخلفت أنت وعدك. لقد أخطأت يا نورة، وطالما وعدت وعدا فلا بد أن تنفذيه، وعندما أعود من العمل سأرى هل أوفيت بوعدك لأخيك أم لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. آسفة يا فواز، لم أكن أقصد أن أخلف وعدي معك. هل نبدأ إذن في ترتيب الغرفة؟ نعم، هيا بنا. إنها حنان يا نورة، وهي تستأذن لتأتي لزيارتك بعد ساعة من الآن. عظيم، موافقة بالطبع. نورة، لا تقلق، لقد تناولت العصير أنا أيضاً وأشعر بالنشاط، وخلال هذه الساعة سنكون قد انتهينا بإذن الله من ترتيب غرفتك، هيا حتى لا نضيع الوقت.